عصام يسدد، حارس المرمى يتصدى. هنا محاولة فرصة للمنتخب الليبي، التسديد كان قريبا من التسجيل وكان قريبا من الوصول للشباك منتخب ليبيا. من المدارس العريقة على مستوى كرة القدم داخل القاعة، هنا كان قريبا من التسجيل أحمد محمد الذي يلعب في الدوري المصري، أو عفوا في للمنتخب الليبي. التمرير، حارس المرمى، حارس المرمى ينجح في التصدي. جمال عيسى، العودة لخالد عبد الحليم، التسديد، حارس المرمى متواجد في المكان المناسب. كما ذكرت مشاهدينا الكرام، المنتخب المصري هو المتوج بأول لقب من هذه البطولة، النسخة التي كانت قد نظمت في سنة 1996، حصيلة المنتخب المصري في النسخة الأولى. كما ذكرت نظمت من خلال مجموعة واحدة، وهنا الهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب المصري في البطولة وفي المباراة. تسديدة لا تصد ولا ترد من محمد عبد الرزاق. شيء هنا اللقطة، هنا التسديد بهذه الطريقة، تسديدة لا تصد ولا ترد بطريقة صعبة جدا على حارس المرمى. هنا فرصة للمنتخب الليبي، كان قريبا من التسجيل عن طريق اللاعب عبد الحكيم راشد. المحترف بنادي المرور، التسديد، الكرة اصطدمت بالقائم الأول لمرمى الحارس زياد عزيز، لاعب وحارس مرمى نادي الاتحاد هناك في ليبيا. هنا التسديد بهذه الطريقة. المرور، فرصة، التسجيل، ينجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد عبد الرزاق. المنتخب المصري بطريقة ذكية جدا يستفيد من تقدم عدد كبير من عناصر المنتخب الليبي. هنا اللقطة، المراوغة بهذه الطريقة، بعد ذلك التحضير، كان وحيدا بدون رقابة، كان وحيدا بدون أي مراقبة من دفاع المنتخب الليبي التي فاز بلقبها منتخب ليبيا. يسرى دائما لعناصر المنتخب المصري، عميد المنتخب يسدد بهذه الطريقة. مصطفى خلف التصدي من حارس المرمى زياد عزيز، أكبر لولا مراعاة هذا الحارس. زياد عزيز الذي تصدى للعديد من الفرص والعديد من المحاولات. هنا فرصة للمنتخب المصري، الهدف الثالث. الهدف الثالث للمنتخب المصري عن طريق اللاعب محمد سعيد، يسجل الهدف الثالث للمنتخب المصري. تسديدة لا تصد ولا ترد، كانت تمريرة ممتازة من عصام رمضان. القدم اليسرى بهذه الطريقة، لم يترك لحارس المرمى زياد عزيز أي فرصة للتصدي. كانون من تسجيل الهدف الأول. كان قريبا المنتخب الليبي من تسجيل الهدف الأول في هذه المقابلة الكروية. يتحسر ريكارد هشام الدقيق الذي يواصل التألق، هذا الرجل الذي يبذل مجهودات كبيرة من أجل إعداد المنتخب الوطني للظهور دائما بأفضل المستويات. نتمنى له كل التوفيق لعناصر المنتخب الليبي. التسديد، حارس المرمى ينجح في التصدي.
مكنت التسديد آخر ثلاث دقائق من الوقت الأصلي. الكرة تفتك، فرصة الهدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع للمنتخب المصري. تقدم حارس المرمى، ترك مرماه بدون حراسة، تسديدة بهذه الطريقة، تسديدة بطريقة ممتازة وبدقة عالية من اللاعب علاء عيد. الوقت ينتهي مشاهدينا الكرام، فوز المنتخب المصري أمام نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل شيء في المقابلة الأولى بالنسبة لكلا المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، النسخة التي تنظم ببلادنا هنا في المملكة المغربية وبالضبط بالعاصمة الرباط. لقاء قوي جمع المنتخب المصري بنظيره الليبي، الفوز الأول لمنتخب مصر في هذه البطولة. نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا لنهاية هذه التغطية لهذه المقابلة بفوز المنتخب المصري أمام نظيره الليبي. على الساعة 8 مساء ستكونون على موعد مع مقابلة جديدة، المنتخب الموريتاني في مواجهة نظيره منتخب ناميبيا. لقاء قوي ستتابعونه على قناتكم قناة الرياضية. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، ألتقي بكم في المواعيد الرياضية القادمة، إلى اللقاء.